صفقات الزمالك الصيفيه تطلب الرحيل عن النادي. عنوان سخن شويه. ده الخطير. مفاجاه. وبعدين الاول شكيت انها هتبقى الشتويه. لا. اللي هم لسه ما تأيدوش. لا. ما هي دي كانت هتبقى اكثر سخونه. لكن خلينا في الصيفيه. في الصفقات الصيفيه. لو نرجع شويه كريم للصفقات اللي خلصت اخر يومين او اخر يوم في القيد، هم مصطفى شلبي وعمرو السيسي. الاثنين دول تحديدا كانوا جايين بغير رغبه للمدير الفني والمشرف على الكره في الزمالك. رئيس النادي اللي اتحرك بشكل منفرد وشاف ان الصفقات الزمالك في حاجه لسه للصفقات، فاتحرك على طول مع نادي انبي ونادي طلائع الجيش واتكلم معهم وعايزين الاثنين اللعيبه دي. فالاثنين اللعيبه دول من ساعه ما جم هم عندهم مشاكل في قصه ان احنا جايين في ضد رغبه المدير الفني وضد رغبه المشرف على الكوره، فالموضوع ده عامل لهم ازمه نفسيه. ازمه ان انا موجود وانا عارف ان في ناس مش عايزاني في المكان ده. فاللعيبه متاثره بالقصه دي. اللي زاد على القصه ان اللعيبه نفسها عندها دلوقتي مشاكل في الفرقه، وشايفين ان الفرقه الوضع صعب، وواضف لك ان في لعيب منهم في مباراه اسوان اللي كانت في استاد اسوان والزمالك خسرها اتعرض لخصم 250 الف جنيه من مستحقاته، وده لعيب لسه جاي. بتتكلم انه ما كملش اربع خمس ماتشات مع الفرقه ولقى ان المشرف على الكوره وقع عليه غرامه. مصطفى شلبي ولا عمرو السيسي؟ عمرو السيسي. عمرو السيسي وقع عليه غرامه 250 الف جنيه عشان دخل الاوضه ورجع. فقال له انا دخلت يعني اعمل حاجه ورجع تاني. لا، و250 الف جنيه واللعب فوجئ في الفندق بيتم ابلاغه بان عليه غرامه او تغريمه 250 الف جنيه. فالموضوع يعني المشاكل اللي فيها الفرقه واللي فيها النادي اثرت على اللعيبه لدرجه ان خلت اللعيبه يبداوا يفكروا في ان هم طب انا بنهايه السيزون اشوف عرض واطلع. لو الامور استمرت على كده كل المشاكل اللي الفرقه فيها بدات تخلي، مع طبعا مع تراجع النتائج، خلت اللعيبه ان هم يفكروا في ان هم يكونوا موجودين في فريق تاني مع بدايه الموسم الجديد. انا بقول لك ان الوضع دلوقتي اللعيبه بالغرامه كمان اللي توقعت على عمرو السيسي خلت اللعيبه كلهم في حاله غضب، بجانب طبعا زي ما قلت لك ان هم عارفين ان هم جايين بغير رغبه للمدير الفني، بغير رغبه للمشرف على الكوره. دول عايزين يمشوا. مستوى الشارب وعمرو السيسي. سامسون عايز يكمل الاجواء. هو اصلا يعني سامسون عايز يكمل مش عايز يكمل، هو مش موجود خلاص الست شهور دول ومش هيبقى موجود مع الزمالك. فكره ان انا جايب سامسون، انا او بعيد عن سامسون، جايب مهاجم افريقي عشان يشيلني في بطوله افريقيا واجي العب اول ماتش فاستبعده فني، هي دي كارثيه بالنسبه لي يعني، او بالنسبه لاي حد بيتكلم فني او بالنسبه لاي مدرب. انا طلبت مهاجم فجبت مهاجم عشان يشيلني هجوميا في الماتشات الصعبه اللي هي ماتشات افريقيا، ومهاجم افريقي يقدر ان هو في الماتشات اللي هي بطلع العب في ادغال افريقيا زي ما بنقول يفرق معايا عكس المهاجمين المحليين. بلعب ماتش المولوديه والمفروض انه ماتش صعب واستعين بالمهاجم الافريقي اللي عندي، لا، المهاجم اصلا المدير الفني مستبعده لاستبعاد فني وعدم اقتناعه بمستواه. فدي بالنسبه لي نقطه غريبه. نقطه غريبه جدا يعني قوي قوي.